كنت جاي لهون حامل مطلبين، مطلب ابن رفيق الحريري ومطلب اللبنانيين. مطلب الابن هو نفس مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا، القصاص العادل للمجرمين. وهذا مطلب ما في عليه مساومة، المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة وبدنا تنفيذ العدالة بوضوح لا تنازل عن حق الدم. أما مطلب اللبنانيين يلي نزلوا بمئات الآلاف بعد جريمة الاغتيال الإرهابية فهو كان الحقيقة والعدالة. الحقيقة اليوم عرفناها جميعاً، وبتبقى العدالة يلي بدها تتنفذ مهما طال الزمن. لكن اليوم أنا حامل مطلب جديد بعد الكارثة المهولة يلي حلت بمدينتي وبلدي من أسبوعين بالتمام يوم 4 آب. مطلبي إنه الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه تأسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لكل الأبرياء يلي سقطوا بانفجار مرفأ بيروت، ولكل الجرحى وعائلاتهم، ولكل يلي تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون أي سبب أو أي مبرر. وهون كمان بقول لا تنازل عن حق بيروت وحق الضحايا البريئة بكل وضوح. الحقيقة والعدالة بتفجير مرفأ بيروت مطلب جميع اللبنانيين، ما تدفعوهم للمواجهة. اليوم بفضل المحكمة الخاصة للبنان للمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة يلي شهدها لبنان عرفوا اللبنانيين الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية هاللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة للي ارتكبوا الجريمة الإرهابية وللمخططين يلي وراهم، إنه زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى. هيدي رسالة المحكمة الخاصة، وهيدي رسالة اللبنانيين، وهيدي رسالتي للمجرمين. هالجريمة السياسية الإرهابية وكل جريمة سياسية إرهابية بترتكبوها إلها ثمن، والثمن رح تدفعوه لا محالة. قلت ببداية كلامي وبرجع بكرر، على دم رفيق الحريري وعلى دماء الشهداء والضحايا ما في مساومة، لأنه هدف الجريمة الإرهابية بالسياسة. واليوم كتير سمعنا بالسياسة ليش قتلوا رفيق الحريري. صار واضح للجميع أنه هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية، وعلى وجه لبنان ونظامه وهويته كمان ما في مجال للمساومة. نحن معروفين وعم نحكي بوجوهنا المكشوف، بوجهنا المكشوف وأسماءنا الحقيقية، ومنقول للجميع ما بقى حدا يتوقع منا أي تضحية. نحن ضحينا بأغلى ما عدنا، وما رح نتخلى عن لبنان يلي دفعوا كل الشهداء حياتهم من أجله. يلي مطلوب منه يضحي اليوم هو حزب الله، يلي صار واضح أنه شبكة التنفيذ من صفوفه، ومعتدين أنه لهالسبب ما رح تمسكن العدالة
وما راح يتنفس فيهم القصاص. وبرجع بقول ما راح نستكين حتى يتنفس القصاص. يلي عم يقول ما عنده ثقة بالمحكمة الدولية، أظن اليوم صار عنده ثقة كبيرة بالمحكمة الدولية، مثل ما غيره ما عنده ثقة بالقضاء اللبناني. منذكر إنه ولا جريمة سياسية قبل هيدي وصل فيها لبنان لا للحقيقة ولا للعدالة، لا بل الكل كان بيعرف مين ما عدا القضاء اللبناني. اليوم الجميع أمام مسؤولياته، ما حدا بيقدر يقول إنه منو معني، لأنه شرط العيش المشترك هو إنه كل اللبنانيين يكونوا معنيين ببعضهم، ليكونوا معنيين بكل الوطن، ويكون كل الوطن معني فيهم. هيدا الدرس عم يعطونا إياه كل يوم من 4 آب، الشباب والصبايا من كل المناطق ومن كل الطوايف يلي عم يشتغلوا على الأرض ببيروت، متضامنين لبيروت لكل لبنان. هالمحكمة كانت مطلب للشعب اللبناني يلي دفع ثمنها شهداء وتضحيات ودموع وأموال، وهالحكم هو استجابة من الشرعية الدولية لإرادة اللبنانيين. والحكم صار ملك الشعب اللبناني، وصار حق مثل حق الدم، صار حق جميع اللبنانيين بالحياة والحرية والعدالة والأمان. الحكم الصادر اليوم أخذ وقت طويل بأعلى معايير العدالة الدولية والأدلة القاطعة، واللبنانيين مش رح يقبلوا بعد اليوم إنه يكون وطنهم مرتع للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب. أخيراً بهاللحظة التاريخية بدي أشكر كل اللبنانيين يلي وقفوا مع الحقيقة والعدالة، وأشكر مجلس الأمن الدولي وكل الدول الشقيقة والصديقة يلي ساهمت بالمحكمة، وأشكر المحكمة وكل عاملين فيها ووسائل الإعلام يلي واكبت هالقضية وصولا لهاللحظة. بهاللحظة أيضا بنحني أمام كل الشهداء وأمام كل عائلات الشهداء والضحايا يلي سقطوا من سنة 2005 حتى 4 آب من أسبوعين، وبطلب لهم الرحمة من عند رب العالمين. واسمحوا لي بهاللحظة وجه رسالة لعائلة رفيق الحريري الصغيرة، لزوجته نازك، لخي الكبير بهاء، وإخواتي أيمن وفهد وهند وجمانة وعدي، ولعمي شفيق وعمتي بهية وزوجتي وأولادي. هاللحظة كلنا انتظرناها على مدى 15 سنة، وهيدي اللحظة بتذكرنا أنه شو ما صار نبقى عائلة واحدة، وجعنا واحد وقلبنا واحد. هيدا عهدي لوالد الشهيد رفيق الحريري، بزيد على جملته الشهيرة ما حدا أكبر من بلده، أنه ما حدا أكبر من قرار اللبنانيين للحقيقة والعدالة، وما حدا أكبر من العدالة. وشكرا. يعني أول شيء المحكمة الدولية اليوم أكيد يعني طلعت إنه في سليم عياش هو متهم، وإنه عليه يعني أثبتت الجريمة عليه، وما في شك إنه في كتير معلومات ما قدرت المحكمة تحصل عليها بسبب يعني الوضع اللي عايشه لبنان. وما شغلت المحكمة أصلاً، تتذكروا أنتوا أول ما صارت المحكمة، ما شغلت المحكمة توجه اتهامات سياسية مثل ما، لأنه محكمة دولية عندها مصداقية، بدها تشوف الأدلة وبدها تشوف كل هيدي. أنا بالنسبة لي مصداقية المحكمة اليوم هي أنه كان في 4 متهمين
واحد يعني أخذوا الحكم فيه، وثلاثة تم تبرئتهم. هيدي قوة هيدي المحكمة، وهيدي قوة مصداقية هيدي المحكمة. نحن مفكرين إنه المحكمة، أو البعض كان مفكر إنه المحكمة أوريدي مطلع الأحكام على الأربعة وما يزيد كمان، وإنه كل القرار أوريدي طالع بجرور الأمم المتحدة وغيره. لا، المحكمة أثبتت إنه هذه المحكمة محكمة فعلا عندها مصداقية كبيرة.